أوضح وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار أن المبادرات الرئاسية المتعلقة بالصحة تنفذ داخل وحدات الرعاية الأساسية، موضحا أنه سيتم تطوير آليات العمل داخل هذه الوحدات وإضافة فترات مسائية. وخلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، قال عبد الغفار إن مبادرة الرئيس السيسي لدعم خدمات وحدات الرعاية الأساسية تستهدف تقليل الضغط على المستشفيات. في ظل توجه السيد الرئيس للحكومة ولوزارة الصحة والسكان على الاهتمام بتقديم خدمات صحية متكاملة على قرى ومحافظات مصر بالكامل، كان هناك مبادرة السيد رئيس الجمهورية لدعم خدمات وحدات الرعاية الأولية. طبعا الوحدات موجودة في كل محافظات مصر تقريبا، بتقدم خدمات سواء بقى كشف مبكر عن الأمراض، تعديل كل الإجراءات الخاصة بالمبادرات الرئاسية، صحة المرأة، تنظيم الأسرة، بعض النفقات أو العدالة من خلال توزيع ذوي الاحتياجات الخاصة والتطعيمات. كل الحاجات اللي بتقدم من خلال وحدات الرعاية الأساسية هي دي اللي احنا مستهدفينها. الأصل في تقديم الخدمات الصحية ان المواطن لما يكون عنده شكوى يروح لوحدة الرعاية الأولية، ثم إذا احتاج الأمر ان هو يروح لوحدة الرعاية الثانية أو الثالثة أو حتى الرابعة. هو ده المتبع على مستوى العالم في الخدمات الطبية، حتى لا يكون هناك إرهاق ويعني وجود في المستشفى بدون احتياج حقيقي للعمليات الجراحية. احنا هنا بنحاول نقول ان من خلال 5426 وحدة رعاية أولية على مستوى محافظات مصر كلها